ولا سوريا وحدك تعودي يا سوريا جيم سوريا 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 روحي بيا سوريا سوريا تفضل روحي بيا يا عب علي خان الأمانة سوريا يا عب علي خان الأمانة سوريا يا رجب في حوض السلاح ورمانة سوريا يا عب علي خان الأمانة سوريا عرفتي مين انا العميد مصطفى الشيش عرفتني شو اسمك شو عبد الرحمن مزور شو هذا وضعه هاي هو قدامك معلم اسالني شو عامل انت حرق حرايق جبال حرايق جيب واحد تاكل عطيش كرم مين البيض صار جبونة فقير مقابل مبالغ من المال بسيطة واعترف فيها لأنه مشاعل عدة جبال هذا الشاب كان عم يتعامل مع النظام هاي هو سأله بعدين شو تلتقى سعيد أنا شرطي شطيت وما انضميت لأي كتيبة يعني ما كنت انضم لأي كتيبة دليت انه هو بلاتي ما كنت هو النظام؟ كنت بالنظام بعدها؟ ما منه ما احنا شطينا شق ما لنا جيت فرار مع انه انا بشطيت جيت فرار رحت دوامنا وجيت لن انت؟ من فانك يعني محمد قائدنا غيابا سيدنا 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 محمد قائدنا وبالتالي نحن شو بنطبق عليكم القانون؟ بنطبق عليكم القانون، ما نقتلكم ولا بنزعجكم لا انتم ولا غيركم، فقط من ارتكب جريمة القتل هذا يحاكم ويقتل. أما ما دون ذلك ففي القضاء. حاليا أنا اللي فهمته من عندكم هذا المحكمة الأستاذ المستشار القانوني هو اللي حقق معه سيدي ما في عليكم أي مشكلة، إن شاء الله بتطلعوا اليوم ونحن طالعين نرفعوا لكم وتعالوا عند أهلكم ونتمنى تكونوا مع الثوار لأن هالبلد إلا كلياتنا وهذا الفساد النظام المجرم اللي خرب سوريا وخرب الأمة العربية كلها نحن نوقف معه ونوقف مع أهلنا خلص سيد العميد أصدر عفو عن كل السجناء الثورة السورية والإسلام بسبب العيد سلام عليكم الله دكتور ان شاء الله قريبا جدا فاروق